السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن صباح إن شاء الله لكم والعافية موضوع اليوم موضوع جديد خاص بدروس الشبابي دو دمارد استقبال المريض قبل ما نبدأ ما من تنسوا الجيم القناة باش يوصلك كل جديد نبدأ على بركة الله كما من بكل درس نحاول نعطيكم المختصرات نعطيكم واش تحتاجوا فيه الحوايج المفيدة والحوايج اللي ما تحتاجوهاش راح عليها مرور أكثر دو مرض. استقبال المريض اكيد استقبال المريض لازم له رعايه خاصه لازم له دروس خاصه في هذا الدرس نحاول نعطيكم باختصار واش هما الحوايج اللي تحتاجوهم بالنسبه لدروس شبه طبية جميع التخصصات ما اذا شفت هذا الدرس رايح تختصر ولا راح تشوف الكلمات الدليليه اللي رايح تهزها تحتاجها في ليكزام تاعك وكاين الحوايج اللي رايح تحتاجها كذلك في المشوار المهني ان شاء الله اوندي okay. اوكي دي <applause> نوت راح نشوفو هنايا باختصار يقول لك المريض نتاعك يعتبر كضيف معناتها راح نستقبلو كيفاش راح نستقبلو الضيف نتاعنا المنتظر كذلك لا امبورطونس الاهميه نتاع الاستقبال نتاعك بالنسبه للمريض الهدف نتاعها الاولى اموندرير رايح تتضاءل تتضاءل معناتها اذا كان المريض في حاله مستعصيه ولا يشوفك اذا كان في حاله تعبه بزاف واستقبلته مليح اكيد رايح يرتاح ومغندرير مع انت تنقص الضغط اللي راه فيه دو ريباري دو سولاجي او سور لو كوزي بار لا سيباراسيون فاميليا في هذه الحاله راح تخفف الوجع اللي راه فيه المريض نتاعك خاصه من الانفصال العائلي خاصه وانه المريض في اغلب الاحيان راح يكون وحده في مصالح استشفائيه رايح تحاول تعطيله انطباع مليح راح تحاول انك تجي تكون العائله نتاعو في المصالح الاستشفائيه هذا باختصار واش كاين في الانتروتكسيون واش كاين فيه مقدمه لاكايت مرض فوتو العنصر الاخر ديفينيسيون دي كونسيبت تعريف بعض المفاهيم لاكاي لوم لا سنتي لا مالادي دي سو انفيرمي اوكي استقبال شفنا قبل من يرد فور كلكان لوم لا euh, سنتي ايطاه اكيليبر هارموني ادخوفي او هتروفي يامنتينير افليونسي بار كرواونس لا كولتشر ايديكاسيون ايلونفيرونمون فيرجينيا <applause> أندرسون إذن الصحة هي حالة من التوازن والانسجام اللي تحاول تحافظ عليها وكذلك تأثر بالمعتقدات وبالثقافة والتعليم وكذلك البيئة المرادى سي لا روبتور دو سيت ايكيليبر هي تفكك هذا التوازن الإسم فرمي سي لا ريبونس ا سيت دو هي الرد لهذا التمزق في التوازن هذا باختصار واش كاين ديفينيسيون دي كونسيبت عنصر اثنين لي كاليتي هيمان دو سوانيو فيها زوج حوايج فيها راك لي كوت لا ديسكريسيون واحد لي كوت لي باسيون اكسبوزي توت سي بلانت سون انتيرومبر هنا نقصدو باللي المريض راح تخليه يشكيلك يمدلك الشكاوي نتاعو بلا ما تقاطعو راح تكون مستمع اثنين لا ديسكريسيون اللي هي التقدير راح تقدر المرض نتاعك ما راح تكون محل ثقة بالنسبة للمريض تاعك وراح يقول لك الاسرار تاعو كامل بلا ما تعاودهم لحتى واحد روح العنصر ثلاثة كونديسيون ماتريال دام بون واش هي الظروف ولا واش هي الشروط المادية للاستقبال الجيد واحد لابارونس دو لا دو سوا اللي هو المظهر الخارجي لمنشأة الرعاية الصحية اثنين لا بروبريتي ايليجيان دو اللي هي نظافة المحيط ثلاثة لكونفور كونفور دي سا اللي نقصد بها المرافق تكون مريحة أخير لو كارم أن تري هذا باختصار واش كاين في هذا الدرس دو مراد ممكن يختلف من معاد إلى آخر من تخصص إلى آخر لكن صلب الموضوع كامل يدور حسب استقبال الجيد للمريض وصلنا لنهاية الموضوع إن شاء الله يكون عجبكم المختصر المفيد إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو قليلا من هذا الموضوع أي جديد راح يكون في القناة باراميديكال تيزا توب أي جديد راح يكون مع بروف إنكوني تهلاو لي في الواحكم. وسلام